طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. كما شاهدنا في الفيديو السابق بأن القناة ستبث على نظام HD في 1.2 إن شاء الله، وسينقطع البث على نظام HD نهاية شهر 2، لذا يرجى من المشاهدين تغيير جهاز الاستقبال. اليوم حلقتنا بعنوان ماذا يتوقع المواطن العراقي من البرلمان الجديد. خلونا نشوف ونتابع تقرير حول أولى جلسات البرلمان التي عقدت يوم أمس وتم انتخاب رئيس لها ونائبين. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. بعد نحو 3 أشهر على إجراء الانتخابات جاء عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، جلسة حملت معها إشارات واضحة عما سيحمله هذا البرلمان الذي يبدو أنه لن يختلف عن سابقه في الأداء والسلوك، لا سيما وأنه ضم نفس الوجوه مع اختلاف في حجم هذه الكتلة أو تلك. كان واضحا منذ اللحظات الأولى للجلسة سعي كتل ونواب إلى الاستعراض وإيصال رسائل إلى الخصوم بغرض ضمان أعلى المكاسب، حيث دخل ممثلو التيار الصدري لابسين ما يشبه الأكفان، بينما وصل نواب آخرون يدعون تمثيلهم لثوار تشرين إلى مبنى البرلمان بعربة التوك توك، في حين تعالت تهديدات الإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات التي خسرت الانتخابات وتحذيراتها من انزلاق العراق إلى المجهول. فوضى البرلمان امتدت إلى الشارع، حيث جددت ميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري احتشادها في بغداد، وردد عناصرها هتافات تؤكد على نهج الانفراد بالسلطة على طريقة نور المالكي. حفلة الضرب والشتائم المتبادلة انتهت بالإعلان عن بقاء محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية، رغم كل ما أثير حوله من اتهامات وشبهات، حاله كحال حاكم الزاملي الذي أصبح نائبا أول في منصب بات محجوزا للصدريين، فيما استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستحواذ على منصب النائب الثاني وناله هذه المرة شخوان عبد الله. ويؤكد العديد من الناشطين والمتابعين أن عمليات تدوير ذات الوجوه والمهزلة التي جرت في أولى جلسات البرلمان يثبت مرة أخرى أن خيار مقاطعة الانتخابات كان الأصوب، لأن المرض المزمن الذي تعانيه العملية السياسية القائمة على الفساد والمحاصصة لا يرجى منه شفاء، ولا تنفع معه أي عمليات ترقيع ما لم يقتلع أصل الداء وأسبابه، بدلا من التعامل مع أعراضه التي تتفاقم يوما بعد يوم. الحلبوسي رئيسا والزاملي وشاخوان نائبين له، البرلمان الجديد يفتتح جلسته الأولى بأكشن سياسي بحسب تعبير لصحيفة المدى العراقية. افتتح فيها مجلس النواب دورته الجديدة 5 بعد نحو 3 أشهر من الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 80% من الناخبين العراقيين. انتهت الجلسة الصاخبة بحسب تعبير الصحيفة بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، وعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لدورة ثانية، وانتخب حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري نائبا أول لرئيس المجلس، وكان منصب النائب الثاني لرئيس المجلس من نصيب شاخوان عبد الله. طبعا اعتبر عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأن مجلس النواب ابتدأ دورته الجديدة بشكل غير موفق، وتساءلوا عما تحمله السنوات الأربع المقبلة من أزمات سياسية.
شهدت الجلسة استعراضات سياسية، والساعات الأولى لما قبل انعقاد الجلسة شهدت استعراضات مثيرة، حضر نواب الكتلة الصدرية مثل ما شفنا بمقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، ومثل ما شفنا في التقرير إلى مبنى المجلس وهم يرتدون الأكفان، بينما سار موكب من عربات التوك توك من ساحر التحرير إلى مبنى البرلمان وهو ينقل نواب كتلة من أجل الشعب التي تتضمن حركة امتداد وحزب الجيل الجديد، في خطوة اعتبرها عراقيون ومراقبون بأنها ركوب لموجة ثورة تشرين. الساعات يعني تلك الساعات شهدت أيضا لقاءات سياسية ومفاوضات مكثفة داخل مبنى البرلمان لترتيب أوراق التحالفات. طبعا كان من المقرر أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد، لكن تأخر عقدها لبضع ساعات بسبب الخلافات السياسية بين القوى الشيعية الأبرز تيار الصدري من جهة وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى. ما الذي أو ماذا يتوقع المواطن العراقي من البرلمان الجديد؟ معنا اتصال قيس من الحلة. قيس، أنت من محافظة بابل، ماذا تتوقع من البرلمان الجديد؟ ما الذي سوف يقدمه للمواطن العراقي؟ ما الذي سوف يقدمه للعراقيين للعراق؟ نعم. بداية تحية لكم وتحية لكل المستمعين الكرام. يا هلا بك. ونحن نتناول موضوع جلسة البرلمان المنعقدة الأولى للجلسة الخامسة أو العفو للدورة الخامسة. نعم. التي أجريت يوم أمس في حضور غالبية أو كل النواب، فللأسف الشديد انصدمنا بوجود إعادة تأهيل وإعادة رئاسة البرلمان الدورة الثانية من قبل نفس الشخصية التي أدارت البرلمان للدورة السابقة، وهذا مؤشر حقيقة نحن كنا نتأمل أنه حتى الأدوار التي حدثت جراء المظاهرات وجراء دورة تشرين نتأمل كنا هنالك تغيير، وكنا نتأمل هنالك حركات سياسية تقليدية وحركات الناشئة التي أمثلها في الجيل الجديد وأمثلها في امتداد أنه يسعون في تغيير الشخصيات التي تدير، يعني نظام المحاصصة وتقاسم المناصب ما زال موجود حتى في هذا البرلمان الجديد. المشكلة أنه باتت عملية المحاصصة واضحة وعملية التنسيقات باتجاه التصويت لهذه الخطوة التي ستكون نتائج منها مترتبة على تصويت لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بالقادم، وهذا دليل على المحاصصة التي بالتأكيد سنلتمس سلبياتها وسنلتمس إعادة تدوير نفس الشخص، ولكننا عازمون وجادون في اتجاه لابد من عمل من يكون لنا عمل جاد وعمل يلائم تطلعات وثقة الشعب ب هذه الحركات التشرينية الحديثة زين التي تعمل في قيس المعارضة. نعم. الـ يعني نواب التيار الصدري لبسوا أكفان وزي عسكري، اجوا جماعة راكبين بالتوك توك، العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي استهجنوا ولم يتأملوا خيرا كما قالوا في تعليقاتهم وفي تغريداتهم، وما صار ب من اشتباك بالأيدي بين جماعة التيار الصدري وبين محمود المشهداني اللي افتتح الجلسة بما أنه يعتبر الأكبر سنا فتولى رئاسة الجلسة لبضع من الوقت، ولكن تم الاعتداء عليه وأخرج إلى المستشفى. يعني العراقيين قال لك إذا هاي بدايتها هيك لعد بعد سنة بعد سنتين ايش راح يصير؟ قيس تسمعني؟ قيس من الحلة، يبدو أننا فقدنا اتصال مع قيس من الحلة. معنا أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، ماذا يتوقع المواطن العراقي من البرلمان الجديد؟ ماذا تتوقع أنت كمواطن عراقي من البرلمان الجديد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام عمر. ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، أحييك وحيي هذا البرنامج الطيب. حياك الله. والله الله يا أستاذ عمر، يا أستاذ عمر، يعني البارحة محمود المشهداني
من وصلت به الغيبوبة. لو قبل أيام من سمع مال المجزرة مال جبنة وصارت فيها الغيب، وحتى احنا مكيف نقول اكو واحد بالبرلمان يحس بالشعب. عمي ذولا يا استاذ عمر، هذول جاي يحسون بمناصبهم وبوقهم وسرقاتهم. انت شو تقول لي؟ تقول لي والله شو البرلمان الجديد؟ يا برلمان استاذي العزيز، نعم، شو هي الوجوه؟ نفس الوجوه، والحراميه فرغوا جيوبهم، راح يترسون جيوبهم مره ثانيه. لأن أني كمواطن عراقي أستاذ عمر، إذا سمحت لي، أني مواطن عراقي من وصلنا هذا بالبرلمان، غير يمثلني، غير يشوفني مطالبي شنو. عمي يا مطالب شعب هم جاي يحجون على مطالبهم هم. الشعب من بحال أستاذ عمر الله يخليه. الشعب مو جاي يختلون بهم هم، مو الأحزاب لو غيرهم، والأحزاب هي جاي تقتل. وينهم؟ وينهم أهل اللجان التحقيق؟ وين الكاظم؟ وين سماحة الصدر اللي قال جماعتي اللي ما يفيد نسحبه ونوخر على صبحة؟ هاي كم دورة بالبرلمان أستاذ عمر الله يخليك. الشعب شنو اللي استفاده من عنده؟ شنو هو؟ شو غير البوق والكلب مالهم والنصب والاحتيال؟ عم ناس لصوص. أنا طارشك والله مكان الشعب العراقي وكلي، ترى أقول لك الكلمة الأخيرة، والله إذا ما الشعب ينتفض ويخلصنا من هذول اللصوص، أما العراق أقرأ عليه السلام. لا تقول لي هاي الدورة والدورة الجاية ودعمي، الشعب ما رايدهم. هذا أي برلمان تحكون عنه؟ عم البرلمان بغير دول، مو برلمان بالعراق. يعني ما استحوا البارحة المهزلة مالتهم والكونات، وهذا جاي للبس الكفن، وهذا جاي للتكتوك. انت شديدون يعني تضحكون على الشعب؟ عم الشعب بعد ما يضحك عليها. يا برلمان، اذا انت برلمان صحيح، ولو انت مو برلمان والله، شعب وعى عنده صحو، عرف من اللي يفيده ومن اللي ما يفيده. يا استاذ عمر الله يخليك، الشعب انهار. وين البرلمان؟ وين الموازنات اللي قبلها اللي خذوها ولكوها واشتروا بها خارج البلاد؟ واحد حق علي الشعب، وهاي العالم جاي تقدم بالشوارع يا استاذ عمر. وهذا المريض اللي علاج ما يقدر يجيبه، علاج ما يقدر يوصله، وحلاجه اله يا استاذ عمر الله يخليك. أنا أشكرك. نعم، أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة. كان معنا أبو محمد من السماوة. أبو محمد، ماذا تتوقع أنت كمواطن عراقي من البرلمان الجديد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليك. أعتقد أني عدة مرات اتصلت بقناتكم وكنت أنطي رأيي بالبرلمان وبالحكومات المتعاقبة والحكومات السابقة، ولا زال نفس رأيي صراحة، أنهم ما راح نتوقع أي شيء أو أي خير من هذه البرلمانات اللي صارت عندنا بالفترة، وخاصة هذا البرلمان. وهذا البرلمان نحن شفناه من بدايته، من ساعات الأولى من صباح يوم أمس، والله يعني من شفناهم لبسوا أكفان جماعة التيار الصدري ووقفوا ويأخذون صور بباب البرلمان قبل دخولهم للجلسة، قلت أنا راح يصير شيء، وهذول يعني هاي بدايته. وفعلا صارت المهزلة اللي احنا شفناها أمس على شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا انه شنو شلون صار اكو تجاذبات وشد ومشادات بيناتهم جماعة الأحزاب الولائية. وشفنا انه النطار شلون سوى هذا العمل الفوضوي والاتفاق مع نور المالكي، وظهر حتى يعني محمود المشهداني هناك اكو اتفاق حسب ما اتهمنا انه يخربطون الجلسة. الصراحة يعني سيد عمر، انه نشوف نحن ماكو كل خير من هذا البرلمان، وهذه الحكايات سيئة والامور في تصعيد. واحنا صور في حلقة سابقة انا قلت لكم يعني الانتخابات هذه ما راح تثمر اي
نتيجة أحسن من السابقات، وكان النتيجة أنه الناس ما راحت من الانتخابات، وشفت العزوف الكبير، وإحنا نترقب صراحة أن اللي ما رحنا للانتخابات نترقب الوضع، ونشوف جاي نشوف أنه هاي النسبة اللي شاركت القليلة اللي هي أغلبية كانت للتيار الصدري اللي هم الناس نحن نعرف الناس ما خافين عليه. هم تتوقع يعني تدري الانتخابات صارها ثلاثة أشهر من خلصت البارحة يلا انعقدت الجلسة الأولى وسمي رئيس البرلمان ونائبي، هم تتوقع بأنه سوف يتكرر سيناريو تأخير تشكيل الحكومة؟ ما والله يتأخر واحتمال ما تتشكل حكومة أستاذ عمر. يعني حتى إذا شكلت راح تفشل هاي الحكومة أكيد. شنو السبب؟ تفشل أسرع من 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 حكومة عادل عبد المهدي. شنو السبب؟ يعني إذا كانت عادل عبد المهدي حكومة استمرت سنة أعتقد هاي أقل بهواية، لأن الخلافات يعني جاي تلوح بالأفق والأمور أتذمة صر الخاطر. يقول ربما تقولون مش دعوة متشائم، لكن هي هاي الحقيقة، ما متشائم هو هذا واقع الإعراب. زين أبو محمد، من دخلوا أتباع التيار الصدري ولابسين الأكفان ودخلوا البعض بعربات التوك توك، أنت شلون قرأت هذه الدخلة؟ يعني هو داخل مجلس النواب، يعني مثل ما ذكرت قبل شيء ما يعني ما أدري سمعتوني أو لا، إنه يعني شيء مشين هذا، يعني إنه أنت لابس أكفان شنو الرسالة الرادوا يوصلوها برأيك؟ شنو الرسالة؟ الرسالة سخيفة، يعني ما يمكن رسالة، يعني قلت لك شنو الرسالة أستاذ عمر؟ الرسالة يعني تعالي شئلكم يا العراقيين، احنا من هسه تردد خوفكم يا شعب، ترى احنا من هسه شادين حزننا لكم، نريد نضربكم، نريد نتوبكم بكل الأطياف طبعا، مو طيف واحد من ابناء الشعب العراقي. هاي الأكفان هم لبسوها، هاي الأكفان السخيفة لبسوها أول ما صار الاحتلال والغزو الأمريكي، وقالوا احنا ناس مقاومين للأمريكان. فانت اخي انت يا مقتدى، انت جابوك الامريكان هسه حاليا، وانت اصلا عندك صفقه مشبوهه سريه انت وبتعاون انت والكاظمي للوصول بالانتخابات هاي المزوره والوصول الى قبه البرلمان. فبعد علم ان انت لابس اكفان ومسوي نفسك وطني وكلا كلا امريكا، وتسقط امريكا داخل البرلمان العراقي او ما يسمى بالبرلمان العراقي، العراق ما عنده برلمان، ما صور بعد الاحتلال اكبر برلمان يمثل الطيف العراقي او طائفه الشعب العراقي. هاي مسرحيه سخيفه وما تنتهي، وراح تبقى هاي الاشكال الخداعيه والولائيين والخونه والعملاء اللي الله ابتلانا بيهم، وما ادري شو وقت نخلص من هذا الابتلاء الا ان شاء الله. يعني اللهم رب العالمين، يعني ما ادري شو يسوي بعد للشعب هذا بعد إلا هي يعني نصر، يعني نصر من رب العالمين، نصرنا على هذول الناس. أنا أشكرك أبو محمد من السماوة، كان معنا أبو علي من الناصرية. أبو علي، إيش تتوقع من البرلمان الجديد؟ الله يسعدك ويسعدك ومشاكين، الله يخليكم، الله يهديك ووالديك، الله يخلي هذه الإذاعة، الله يسلمك والسامعين هذه الإذاعة، يعني المشاهدين الله يسلمك، إيه والكادر بها مات، أنتم خوش ناس حبابين، الله يخليكم، الله يحفظك. شو تتوقع من البرلمان الجديد؟ لك شوف احنا هاي ايه اقول لك نعم، شوف يعني مرت علينا من 2003، هذا الرجال متخلف، هذا انسان متخلف، يعني ها انت قل له اجاك على سياسة الدين واحد والسياسة واحد، السياسة بين فاق وبوق، انت هاي العمامة اللابسة الدين ما له علاقة بالسياسة بالكذب زين والطغيان. فذول اخوي شوف هاي الكلاوات، شوف هاي الكفان كلاوات، يعني هاي شوف هاي ذول جايين يبوقون، يعني انا اقول لك نفس الحمل وجلاله، يعني ما غير شيء، يعني الفرس وخلنا جلاله نفس الجلال، ما غير شيء، يعني ذاك الحمل ذاك جلاله، وذول لا يتدمون ولا يخون، ذول جاي يبوقون، وهاي مسرحيه الله وكيلك. والميليشيات هددوا وقالوا المظاهرين اذا قاموا نكتلهم امر من نيران السلاح، يعني هذا الحرس الثوري يعني فاتح الاقدام بالزناد، اذا قامت المظاهرين ماكو وين وقطوها قبض، الله وكيلك اتخذ من عندي كلام واقع، المظاهر ما عنده سلاح، ما مسنود، ذولا مسنودين من نيران، العامري
وقيت الخرج علي وينجون مقاومة. الله وكفي على الأقامة يشوهت ماي السلاح لا عدد زين زين الشعب ما مسلمت قال الشعب ها وكل يكتل فيه كان الكاظم يكتل فيه كان المالك يكتل فيه كان ميليشيات يكتل فيه يعني أبوي قادر على أمي فأخوي الشعب يعني شنو يستوي الشعب مو كتلو يعني أنت ما تتأمل من البرلمان الجديد شيء ما تتأمل منه شيء عم ذول إيران حطتهم الله وكيلك أقسم بالله العظيم إيران حطتهم واتفقوا ويا إيران أنت روح بوس إيران أنت يروح حكم شيء لا إيران ماكو يبوس إيران يخلوني يخلوني يصير وياهم حتى هو يسوله حتى مرة يطوني الله وكيلك حتى ما أكون نسوان إيراني يطوني ويجنسوني إنه هم يطوني هلا في أنا شادي ذول اللي دافعون لا الدول لا شوفنا الدولة الإسلامية الدولة الكافرة أم المخدرات هاي اللي دخل المخدرات ومتع ها ما يدافع البلد هذا مستفاد منين يعني هو يدافع الإيران أنت مو عايش في العراق أنت ليش يعني كافر عن هاي يعني إذا ما طوى فلوس حكي على فلان فهذا مستفاد مني يا أخوي بالميليشيات حزب الله والنجباء الله وكيلك هددوا يعني قالوا إذا قامت المباراة نخبطها زين الله وكيلك والشعب داي ما حد خالف الشعب بما قاتل يلا بما قاتل توثيق قاتل دول عندهم سلاح زين وصواريخ وحتى الصدر هم زين اذا حكي حكايه ما يش تحت ايران اذا حكي يقتلوني الله وكيلك وهذا ما على اساس احنا نسوي ودكفان دول جايين ابوك يعبون قال عمر دول انت ماكو شوف هاي الموازنه يشيلونها وقبره يشيلونها وضع الشعب يقول لك طب ما خليه يموت دول مو عراقيين هذول ناس خونه دول حتى الله ما يحبهم حتى الإسلام ما يحبهم حتى مع احترامات الشعب هم الله غاضب الشعب الشعب يصفقهم ما شوف الله غاضب الشعب والله الله الله غاضب الشعب الله وكيلك أقسم بالله نعم. الشعب الساكت عن الحق شيطان أخرج يعني أشكرك أبو علي من الناصرية كان معنا رسالة من محمد أو من أبو مالك من أمريكا يقول أستاذ عمر تحية لك ولكادر القناة يقول شنو هذا التغيير يقول بعد الانتخابات يقول الطاسة نفس الطاسة والحمام نفسه يقول نفس الحمام يقول ونفس الوجوه ما سوانا شيء يقول رجعوا إلى نفس المحاصصة الطائفية يقول أخي عمر إذا ما تتغير هالوجوه راح يبقى الشعب العراقي على نفس المعاناة أبو مالك من أمريكا طبعا خلونا نتابع بعض التغريدات على منصة تويتر تحت وسم مجلس النواب أو مهزلة مجلس النواب يقول أكدي يقول حركة الأكفان والتوك توك يقول ذكرنا بحركة مقتدى الصدر من راح للانتخابات بمتسيبوشي موديل تسعينيات ومن أجل يتفاهم مع الإطار ومن أجل يتفاهم مع الإطار رجع بليكزيز يقول هاي الحركات مؤشر على أن البرلمان القادم هو عبارة عن حيالة ولك الله يا عراق أما آخر فيقول نحن لا نعاني من نقص الأموال بل من زيادة في اللصوص وما أكثرهم في هذا الزمن طبعا 73 مقعد للتيار الصدري من أصل 329 وهو يسمي نفسه الكتلة الأكبر والصدر كرر مرارا على تشكيل حكومة أغلبية كما أطلق عليها وكما أسماها ما سيشكل انقطاعا مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى طبعا بعد حضور النواب إلى قاعة المجلس وترديد القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى قدم تحالف الإطار التنسيقي بزعامة نور المالكي قائمة تضم 88 توقيع لاعتباره الكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة لكن نواب الكتلة الصدرية اقتحموا منصة رئاسة المجلس لمنع رئيس السن محمود المشهداني من إعلان الكتلة الأكبر وبعد مشاجرات واشتباكات بالأيدي تعرض المشهداني مثل ما شفنا بالمقاطع إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى معنا اتصال أبو الياس من البصرة أبو الياس ماذا تتوقع من البرلمان الجديد أنت كمواطن عراقي هذا تستأنموا على هاي البارحة فوضى هي البارحة فوضى تسمعني أسمعك
يا اخي فوضى البارحه اسد، مو انت شفت لك برلماني، برلمان يعني هذا راح سوق الجمعه. الو اسمعك. شو اطلع سوق الجمعه؟ هذا ما مو برلمان، انا ما هذول منتهين منهم. يا اخي الله يخليك، من الواحد صار اللي كان من الناصريه، يعني هذا المطيع اشرف مني، المطيع اشرف من هذا بالناصريه. اللي كان يحكي يا اخي خذ يحكي مسؤول، اما احنا ما نقول البرلمان برلماني، هو البرلماني سوق جمعه، اما هذا بالناصريه المطيع. لا بس بدون تجاوز ارجوك ابو الياس. معنا اتصال اخر، ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ماذا تتوقع من البرلمان الجديد أبو مصطفى؟ يا أهلا بك، تسمعني أبو مصطفى؟ حسب العفو حبيت أن أشارك وياكم هذا الموضوع. نعم حياكم. خصوصا البرلمان العراقي، حقيقة كانت مهزلة من هذا التاريخ العراق الحديث الآن اللي موجود، اللي تمثل هاي الأحزاب الإسلامية اللي حقيقة لا تمثل الإسلام، لا تمثل حتى الشعب العراقي، وعبارة عن صورية يعني مهزلة. يعني احنا ننتخب ونتعب ونطلع، هاي اللي شاركنا يعني كل القليل اللي شاركت، 80% اللي ما شاركوا، لكن للأسف بعد مشاركتنا احنا ك يعني مستقلين وجدنا نفس الوجوه اللي ما اريدها اصلا، احنا رجعت نفس الحلبوسي نفس المشهداني نفس يعني ما في تغيير. وبالنسبه للانتخابات اعتقد انها انتخابات صوريه، النظام الحالي حقيقه نهايته، وبالنسبه للشعب العراقي يعني وصل الى حد انه يأس من النظام السياسي الموجود الان، فما عليه الا ان ننتظر الايام القريبه ان شاء الله، وسوف تكون ثورة عظمة في العراق، لأن مل الشعب مل من النظام الموجود الحاكم، فساد، قتل، إجرام، أغلبتهم هم نفسهم اللي يستكين سواء بالتيار الصغري أو الإطار، هم نفسهم اللي قتلوا الشعب العراقي واللي أفسدوا واللي عقدوا بالأرض فساد، شنو يعني مصير الشعب العراقي مع هذه السلة الموجودة الآن؟ نفس الوجوه ما تغير أي شيء. نعم. لا تتوقع أن يحدث أي تغيير؟ لا لا للأسف لا 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 وجود أي تغيير، لا جديد، نفس الوجوه نفس النظام ونفس الناس فماتي، والآن بعد فامة كبرى يعني هسه الإطار ناصب على التيار الصدري والتيار الصدري ناصب، والضحية الشعب العراقي، هم لهم المكاسب المغاني جسمه، وإحنا عندنا الأوجاع والآلام والتضحيات والقتل والتشريد والخراب، كهرباء صار لهم فوق ال 20 سنه ما سووا كهرباء، تترك عندهم انهم يسوون شارع في محافظه المثنى، محافظه المثنى اصغر محافظه بالعراق، ما فيها شارع مال اوادم، شارع مال اوادم، والله لو طولت الشوارع الان موجود شويه متوسط شويه مدرسه حتى ما لازم نطلع من بيوتنا، وغير الجوع والظلم أفكر محافظة بالعراق، محافظة المثنى اللي تستعين من الجوع والحرمان وعدم الخدمات، لا ماء لا كهرباء، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أشكرك أبو مصطفى، كان معنا من محافظة المثنى. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد ومستمرون معكم في تقديم هذه الحلقة. والتساؤل الرئيس: ماذا يتوقع المواطن العراقي من البرلمان الجديد؟ طبعا اعتراض نواب الكتلة الصدرية واللي شفناه بالمقطع لضرب محمود المشهداني اللي هو كان يترأس الجلسة في بدايتها بما أنه هو رئيس السن، السبب مالته بأنه قالوا هناك حجة دستورية بأنها لا تخول رئيس السن إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة. طبعا لأكثر من ساعة خلت منصة الرئاسة من رئيس السن، واعتذر رئيس السن البديل عامر الفايز، يبدو أنه خاف لينضرب هم، عن تولي مسؤولية إدارة الجلسة، بينما وافق رئيس السن الثالث خالد الدراجي على إدارة الجلسة اللي انسحب منها نواب الإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي. طبعا تنافس على تولي منصب رئيس البرلمان كل من محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني، حصل الأول على 200 صوت والثاني على 14 من أصل 288 نائبا استمروا في حضور الجلسة، وتنافس على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان كل من حاكم الزامري عن الكتلة الصدرية والنائب حميد عباس الشبلاوي عن حركة امتداد، وفاز الزامري بأغلبية الأصوات. على منصب النائب الثاني تنافس كل من شاخوان عبد الله وعن الحزب الديمقراطي طبعا الكردستاني، وسرو عبد الواحد عن حزب الجيل الجديد، وفاز الأول بالمنصب. طبعا مثل ما أشرنا بأنه العراقيون انشغلوا يوم أمس بوقائع جلسة البرلمان اللي شفناها شنو اللي صار بها من فوضى، واللي كان لها النصيب الأكبر من تعليقات المدونين على منصات التواصل الاجتماعي. اعتبر المدونون بأن ما شهدته الجلسة مثل ما جاء في صحيفة المدى من أحداث وصراعات يشكل بداية غير موفقة لمجلس النواب الجديد، ويؤشر إلى عمق الأزمة السياسية وما سترافقها من تداعيات خلال السنوات الأربع المقبلة. في سياق متصل أعلن الإطار التنسيقي في بيان له رفضه لنتائج الجلسة الأولى للبرلمان، وعدها بأنها غير دستورية، واستند الإطار في موقفه إلى تصريحات أطلقها رئيس السن محمود المشهداني قال فيها بأنه قبل مغادرته لموقعه أعلن عن رفع الجلسة، وأنه لا يحق لأحد إعادة عقد الجلسة سواه، قائلا بأنه أمر دبر بليل. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد. أبو الحسن، ماذا تتوقع أنت كمواطن عراقي من البرلمان الجديد؟ ما رؤيتك للبرلمان الجديد واللي صار البارحة من فوضى؟ نعم أبو الحسن تسمعني؟ أبو الحسن، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو الحسن من بغداد. هناك ترقب كما جاء في عناوين بعض الصحف لفتوى قضائية جديدة إثر العودة لجدل الكتلة الكبرى. يعني اليوم هناك تجدد بالحديث حول من هي الكتلة الكبرى مع انعقاد البرلمان يوم أمس لأولى جلساته، ويحق لها لهذه الكتلة أن ترشح رئيس الوزراء. طبعا هذا الأمر سبب بأزمة سياسية سابقا لم تنتهي إلا بفصل من قبل المحكمة الاتحادية. الكتلة الكبرى أو الكتلة الأكبر بنص دستور عام 2005 وتحديدا في المادة 76 نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوم من تاريخ انتخاب
رئيس الجمهورية. صراع الكتلة الكبرى اليوم رجع من جديد، وهو اللي بدأ عام 2010 حصل بين ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، واللي حصل في وقتها على 91 مقعد، تلاه تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، واللي حصل في وقتها على 89 مقعد. المالكي شكل مع القوى الأخرى بعد الانتخابات ما سمي حينها بالتحالف الوطني، وتفوق من حيث عدد المقاعد على كتلة إياد علاوي، وحصل على رئاسة الحكومة مستندا إلى فتوى المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت. واعتبرت المحكمة حينها بأن تعبير الكتلة البرلمانية الأكثر عددا يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب. أيهما أكثر عددا؟ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور. طبعا وفقا لذلك التحالف الوطني اللي تشكل من مجموعة كتل سياسية حاز على رئاسة الحكومة وأقصى كتلة أياد علاوي. بعد ذلك استمر تفسير المحكمة الاتحادية قائما في الدورات الانتخابية اللاحقة حتى إقرار البرلمان قانون الانتخابات في عام 2020. نصت المادة 45 من هذا منه بأنه لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، من دون أن يخلو ذلك من حق القوائم قبل إجراء الانتخابات في الائتلاف مع قوائم أخرى. وعلى الرغم من ذلك فقد عاد المالكي مجددا بعدما حصل على 33 مقعد في الانتخابات البرلمانية اللي جرت فيها 10 أكتوبر تشرين الأول مقابل 74 مقعد للتيار الصدري إلى تشكيل تحالف بعد إعلان نتائج الانتخابات من عدد من القوى التي اعترضت على النتائج تحت مسمى الإطار التنسيقي، ويعلن بأنه حاز على 88 مقعدا وأنه يمثل الكتلة الكبرى ليعيد الجدل من جديد في هذا الموضوع. معنا اتصال أبو زهراء من كربلاء، تفضل أبو زهراء. أبو زهراء من كربلاء، أبو زهراء يا ريت تسمعني من الموبايل وتترك التلفزيون. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ماذا نعم تتوقع من البرلمان الجديد؟ نعم، أنت كمواطن عراقي. أقول إحنا هذا 18 سنة مر على الحكومة. احنا نريد عم الناس تعبانه، الناس جوعانه، الناس اليوم اول ما واحد بالاصلاح يبدي في الطبقه الفقيره وهو صاعد يصلح الطبقه هاي الفقيره كاتلها الفقر كاتل الجوع. زين احنا نريد من الحكومه ان شاء الله خير علينا وعلى الاسلام جميعا، ونريد من سماحه السيد السدر مقتدى السدر الله يحفظه، نريد ينظر لهاي العالم اللي الطحين كيس الطحين ما يقدر يشتري هسه ب 40,000 طايه. نعم. هاي وحدة. الوجبة. ماكو وجبة شهرين الطحينات يا الله يجن. زين. يعني هسه أبو العائلة الحاصلة 20 نفر 10 نفرات ما يقدر يشتريهم طحين، خلص طحين يعني 9 كيلوات طحين للنفر. يعني يظل شهرين يا الله يقط طحين، شو يسوي له 9 كيلوات؟ زين. احنا نريدهم البرلمان الحكومه السيد الله يحفظه ينظر لهاي العالم الفقراء المعدة. زين انت اشرت في البدايه انه 18 سنه ايش حصلنا احنا من الحكومات السابقه، هل تتوقع خيرا بالقادم ام ماذا؟ احنا اذا اكو ناس خير تسوي، اذا اكو ناس خير تجي لهذا المجتمع هاي هسه الحكومه هاي الجديده التشكيله الجديده تسوي خير، ليش العراق هو ابو الخير؟ اذا هو خير وينظر لهاي الفقراء وينظر لهذا البلد وهو مواطن يسوي خير للبلد. نعم. هاي وحده.
وحدة أريدكم توصلون صوتنا هذا يوصل الصوت إن شاء الله. أنت على الهواء مباشرة؟ نعم. وإحنا صار لنا هاي 18 عندنا شريحة عمال المؤقتين والأجور 18 سنة ما حد قلبنا ولا حد ثبتنا على الملاك الدائمي، والناس أصحاب عوائل ويحسبونهم يحسبونه 300 ألف بالشهر و300 شو تسوي اليوم؟ والعاطلة 10 نفرات و15 نفر. هاي وحدة 18 سنة صار لنا ولا حد يقلبنا لا أي ولا بعيد ولا قريب. زين؟ وهسه وكلامنا الوزير المالية عندنا فروقات لحد الآن ما حد أصرفها لنا، فروقات. نعم. لحد الآن الكريم كلامه يوصل يوزن المالية، لحد الآن ما حد صرفها عندنا فروقاتنا، احنا ناس تعبان أصحاب عوائل، قاتلنا والله العظيم أطلع عوائل هسه كيلو طماطم ما يقدر يشري، جيس طحين يخلص طحين ما يقدر يشري. نعم. زين؟ واحنا نطلب من هاي الحكومة إن شاء الله الله يوفق الجميع ويوفقهم، ينظرون اول ما يصلحون يباوعون هاي الطبقه الفوق تحت خط الفقر. نعم. يباوعون يشوفون هاي يصلحونها يخلونها توقف على رجلين هاي الناس التعبانه. انا اشكرك ابو زهراء من كربلاء، كان معنا ابو الحسن من بغداد يعاود الاتصال. ابو الحسن، ماذا تتوقع من البرلمان الجديد؟ انقطع الاتصال مع ابو الحسن كذلك. طبعا الإطار التنسيقي يعتزم أن يقدم استفسارا لدى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الدستورية، على اعتبار بأنه أول كتلة قدمت قائمة بأسماء نوابها إلى رئاسة البرلمان ككتلة كبرى. وقال عضو في البرلمان لصحيفة العربي الجديد بأن الإطار سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويطالبها بتفسير جديد. أضاف بأن الإطار التنسيقي يريد اعتماد التفسير ذاته العائد للعام 2010 على اعتبار بأن النص الدستوري لم يتغير، وأن تفسير المحكمة سيكون مطابقا للتفسير السابق، وأنه لا يمكن لقانون الانتخابات أن ينقض نصا دستوريا. وأكد بأن الإطار التنسيقي استعان كما قالوا بخبراء قانونيين ويعتزم خلال أيام تقديم استفسار إلى المحكمة. الإطار التنسيقي لا يعد كتلة كبرى كما تحدث الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة بغداد علي العادلي، أكد بأن فتوى المحكمة الاتحادية السابقة تتقاطع اليوم مع قانون الانتخابات، وبين بأن قانون الانتخابات تضمن نصا واضحا وحكما على أنه لا يمكن تشكيل كتلة إلا بعد تشكيل الحكومة، ما يعني بأن الإطار التنسيقي لا يعد الكتلة الكبرى بل أنه مسجل لدى دائرة الأحزاب ومفوضية الانتخابات ككتل متعددة، منها دولة القانون والحكمة والنصر والفتح وغيرها، وهذه الكتل لا تعد كتلة واحدة. معنا اتصال أبو زهراء من البصرة، تفضل أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا تتوقع من البرلمان الجديد؟ تحياتي لكم وإلى كاد الكادر والمخرج وجميع المشاهدين وإلى الشعب العراقي كافة إن شاء الله. يا هلا بك. تفضل حبيبي. كم تتوقع؟ كان ياسر قاطع. لا بالعكس، هو أنا سألتك أخي أبو زهراء إيش تتوقع من البرلمان الجديد؟ إحنا عنوان حلقتنا اليوم ماذا يتوقع المواطن العراقي من البرلمان الجديد؟ بالبداية يعني أحب أعقيب على الذين حكموا في السابق، أرجو يعني أن تعطيني الوقت الكافي إن شاء الله. تفضل تفضل. وأقول لهم من خلال قناتكم الكريمة ماذا قدمتم للعراق، واليوم نلاحظ من البعض يريد أن يكون للعراق مغنم، يريد أن يكون للعراق له كرسي. اليوم العراق اختلف، الشعب العراقي اليوم الشعب العراقي كان واعي. هاي المسرحيات الخاصة البارحة، المسرحية اللي كانت على الفضائيات خزي،
تأجيل كانت الجلسة المفروض تنعقد بعد الساعة 12 أو 1 حسب علمي. نعم. وإذا هي للرابعة، وإن شاء الله لن يتفقوا على الفساد. نريد حكومة أغلبية وطنية، يكفيهم هذه الترهات. نعم. أما يكفيكم من مغانم من سنة 2011 ما شبعوا فساد، ما شبعوا نهب بأموال الشعب العراقي. زين، ايش تتوقع عن البرلمان الجديد؟ هل تتوقع اختلاف عن البرلمانات السابقة أم لا؟ احنا نتوقع ان شاء الله خير. انا بالنسبه لي توقع ان شاء الله اشوف خير، ما دام اكو اتفاقات بعض الكتل المختلفه، من يعني انه العفو اطياف الشعب العراقي مثلا، انه التيار والكرد والسنه، اذا اتفقوا وكانوا ايد بيد وساروا بمسار صحيح سوف يسمو العراق الى الاعلى. أبو زهران البصري كان معنا، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.